اخوان السلام عليكم. كاين واحد ارتفاع جديد في الاسعار ديال القهوه، وبزاف ديال الناس سولوني على شنو هما الاسباب اللي كيخليو الثمن يطلع، ولا علاش القهوه تزاد الثمن ديالها، ولا مهم كل واحد وكيفاش كيسول. وكاينين بعض الشركات اللي زادوا في الثمن ديال القهوه، وكاينين بعض الشركات اللي حافظوا على الثمن الحالي ديال هذا العام، الحالي ديال هذا العام يعني ديال سنة 2024، ولكن هذا الشيء ما كيقولش انهم ما زادوش الثمن، كيكونوا زادوا الثمن العام اللي فات. دونك كاينين شي شركات اللي زادوا الثمن العام اللي فات، وكاينين شركات اللي زادوا الثمن هذا العام هذا. واليوم غادي ندويو على الاسباب اللي خلات هذا الثمن هذا انه يرتفع. واول هذه الاسباب هادو هما الكوارث الطبيعيه اللي كطرا في البلدان المنتجه للقهوه. المهم على سبيل المثال غادي نهضروا مثلا على البرازيل. البرازيل كتمثل تقريبا 40% ديال الانتاج العالمي للقهوه، والمنظمه الدوليه للبن هي واحد المجموعه ديال واحد الهيئه فيها بزاف ديال الدول اللي منتجه ومصدره للبن، كتقول ان الاسباب هما كالتالي: اولا كما قلت لكم الكوارث الطبيعيه وتعطيل الصابه، ولا شي مرات الشتاء كتجي في شي وقيته ما مناسباش، ولا ارتفاع الطلب، يعني كيكون الطلب اكثر من الانتاج السنوي، يعني كيكون الطلب زايد، بالخصوص السوق الاسيويه اللي كيستهلكوا بزاف القهوه، وهما اللي جعلوا هذا الارتفاع هذا انه يكون. والسبب الثالث هو الحرائق اللي كطرى ليهم في البرازيل. دابا انا كندوي على البرازيل، الحرائق والكوارث الطبيعيه كيطراو عندهم فيضانات، الشيء اللي كيخلي ان القهوه يعني دوك الاراضي الزراعيه ما كيبقاوش صالحين، خصهم يتعاودوا من جديد. دونك هذا الشيء هذا هو اللي كيخلي الثمن ديال القهوه انه يرتفع. سؤالي ليك اليوم نتايا اللي كتفرج فيا، واش هاد الارتفاع ديال الثمن ديال القهوه واش كيجيك عادي؟ والسؤال الثاني هو شنو هو اليوم العالمي للقهوه؟ اللي عرف هذا الجواب هذا اكتبوا لي في الكومنتير، اكتب لي شنو هو اليوم العالمي للقهوه. واش نقول لكم؟ شربوا اتاي.